كان أسلافنا أقوياء أشداء، واجهوا الحيوانات البرية الضخمة للبقاء على قيد الحياة. وفي تلك الأثناء اتخذوا من الكهوف منازلا، وأكلوا فواكه الغابات، واصطادوا الحيوانات، واكتشفوا أشياء جديدة كالنار مثلا. ولكن حتى مع جدولهم المزدحم هذا، كان لديهم بعض الوقت لممارسة الهوايات والقيام بالأعمال الفنية. ربما كانت الموسيقى الملجأ الذي ركنوا إليه، ليس لدينا دليل على ذلك. ومع ذلك نرى أنهم كانوا مبدعين فعلا. رسومات بالمواد المتوافرة آنذاك تغطي جدران الكثير من الكهوف. عثر الباحثون على كهوف تحتضن تصويرا لعملية الصيد وأشكال الحيوانات والعديد من بصمات الأصابع. ولتحديد الرسمة، كان على الفنان أن يضع إحدى يديه على الصخرة، ثم النفخ في أنبوب لرش الصبغة عليها. المثير في الأمر أن معظم الرسومات كانت لليد اليسرى، مما عنا أن غالبية الناس قديماً استخدموا أيديهم اليمنى كما هو حالنا اليوم. كانت الأسنان مهمة جداً لأسلافنا، حيث أدوا معظم أعمالهم باليدين والأسنان. على سبيل المثال، عند تنظيف جلد الحيوان أمسكوا به بين أسنانهم وجذبوه بقوة، ثم كشطوه بأداة حجرية. وفي بعض الأحيان كانت الأداة تنزلق وتكسر الأسنان الأمامية. بعد عدة سنوات، عندما وجد العلماء أسنان هؤلاء، نظروا إلى اتجاه الخدوش وأدركوا مجدداً أن اليد اليمنى كانت المهيمنة. واليوم حوالي 90% من سكان الأرض يستخدمون اليد اليمنى، و9% يستخدمون اليد اليسرى، و1% ليس لديهم يد مهيمنة من الأساس. العديد من الشعوب التي عاشت على الأرض قبلنا استخدمت اليد اليمنى أيضاً، ولم يجد العلماء حتى الآن جنساً بشرياً هيمنت فيه اليد اليسرى. يرجح أننا نتشارك هذه السمة مع ثدييات أخرى كالقردة. توجب على دماغ الإنسان التعامل مع مجموعة من الأشياء الجديدة، واحتاج إلى ترتيبها، لذا كان عليه إيجاد طريقة للتنسيق بينها. يتولى أحد جزئي الدماغ المسؤولية عن الأشياء التي نقوم بها بمختلف أنواعها. على سبيل المثال، يتعامل الجانب الأيسر مع الأشياء الروتينية كالبحث عن الطعام، بينما يبقى الجانب الأيمن مرتاحاً ليتمكن من الاستجابة بسرعة إن حدث شيء غير متوقع كظهور حيوان مفترس في الجوار. يمكننا رؤية شيء مشابه لدى بعض أنواع الطيور والضفادع والأسماك، فاحتمال انقضاضها على الفرائس التي ترصدها بالعين اليمنى أكبر. يتحكم الجزء الأيسر من الدماغ بما نفعله بالجانب الأيمن من الجسم، والعكس صحيح. يقول البعض أن ظهور اللغات دفعنا لأن نعتمد أكثر على اليد اليمنى. كيف؟ حسناً، النصف الأيسر من الدماغ يحمل مسؤولية تعلم اللغات، وكلما طور البشر هذا الجزء أصبح أكثر قوة. ربما لهذا السبب انتقلت إليه الهيمنة، واستخدامنا لليد اليمنى الخاضعة له ليس من قبيل صدفة. لقد اختلف جسم الإنسان عبر الأجيال، ولكن التغيير حدث ببطء كبير، وظلت معنا بعض الخواص التي اندثرت في أغلبها. على سبيل المثال، يعجز معظم الناس عن هز آذانهم. لدينا عضلة حول الأذن الخارجية، ولكن لا يمكننا تحريكها. يعتقد العلماء أن البشر في الماضي استخدموها لتحريك آذانهم في اتجاهات عديدة، وهكذا تمكنوا من سماع مصدر الصوت، مما أنقذهم من الحيوانات المفترسة الماكرة. هل تسمع شيئاً؟ بعد أن بدأ البشر بتكوين مجموعات، أصبح بإمكانهم الاعتماد على بعضهم البعض، حتى فقدوا هذه الميزة على مر السنين. امتلك الإنسان في الماضي جيناً يسمح للجسم بإنتاج فيتامين جيم. تخيل مصنعك الخاص لإنتاج الفيتامين الذي نلتهم من أجله الحمضيات كالبرتقال والليمون. لكن مع مرور الوقت بدأ البشر بتناول الحمضيات، مما أدى إلى توقف ذاك المصنع الصغير عن العمل، واكتفائنا بما نحصل عليه من الطعام. هناك صفة أخرى يتشارك بها البشر مع الكائنات التي تسكن الماء، وهي الحازوقة. تمتص البرمائيات الهواء، بينما تدفع الأسماك الماء عبر خياشيمها. نفس العضلة تسبب الانقباضات التي نشعر بها عندما يدخل الحجاب الحاجز في حالة تشنج، وهذه هي الحازوقة. كانت عظام أسلافنا أكثر سماكة لأنهم اضطروا للتعامل مع المناخات القاسية وغيرها من الظروف الصعبة.
ولكن قبل حوالي 50,000 عام أصبحت عظامنا أضعف وأصغر لأن أسلوب حياتنا تغير وقلت الحاجة للقوة البدنية. أصبحت آلام الظهر مشكلة شائعة هذه الأيام لأن العمود الفقري لم يتكيف مع كل وسائل الراحة في العالم الحديث ولا مع ارتداء الأحذية العالية على الشوارع الأسفلتية. هل تشعر بالغضب؟ أنت لا ترى ذلك ولكن شفتيك ترتعشان عندما يحدث ذلك، وهذه صفة أخرى نتشارك بها مع الحيوانات. عندما تحاول الدببة أو الذئاب إخافة أعدائها فإنها تكشف عن أسنانها. اعتاد البشر في الماضي فعل ذلك أيضا، وارتعاش الشفتين هو الخطوة الأولى. عادة ما نربط القشعريرة بشعور رائع نحس به عند حدوث شيء مثير أو عند الشعور بالبرد، لكنها كانت في الماضي أكثر أهمية للبشر. فعندما كان الإنسان القديم يشعر بالبرد كان رد الفعل هذا يقبض العضلات الصغيرة الموجودة في قاعدة بصيلات الشعر، وهكذا وقف الشعر واحتجز المزيد من الهواء حتى يتمكن من البقاء دافئا. كان ذلك منطقيا في ذلك الوقت، لكننا نرتدي المعاطف هذه الأيام. ومع ذلك لا بأس بأن أشعر بالقشعريرة أحيانا عند سماع تلك الأغنية ساساغيو ساساغيو. والنار أيضا، لا شك أنها حافظت على دفء البشر في الليالي الطويلة والباردة، ولكنها أثرت فعلا على أجسامنا حيث بدأ البشر بطهي الطعام، لذلك قل استهلاكهم للبكتيريا الخطيرة الموجودة في اللحوم النيئة. وبما أن اللحوم النيئة أصبحت أقل، أصبحت القناة الهضمية أقصر وزادت الطاقة بسبب الطعام الصحي، مما منحنا أدمغة أكبر وأجساما أطول. تناول المزيد من الأطعمة المصنعة أدى إلى تغير في أسنان الإنسان وفكيه. كان فك الإنسان أكبر بسبب تناوله للطعام النيئ والصلب، ومع الوقت أصبحت أسنانه أصغر وحتى أنه فقد بعضها. كثير من الناس لا تظهر لديهم ضروس العقل، أما من تظهر لديهم فلا يحدث ذلك قبل سن 18 إلى 25. كانت أسنان أسلافنا تتآكل قبل هذا العمر، لذا كانت أضراس العقل بمثابة فرصة للأكل بشكل طبيعي من جديد. فك أصغر ودماغ أكبر، هذا هو شعاري. هل بالإمكان كتابته على بلوزتي؟ تغيرت هيكلية رأس الإنسان، ومع الوقت تضاعف حجم الدماغ 3 مرات. وبما أن البشر ليسوا بقوة جسدية تضاهي الحيوانات البرية الأخرى، فقد عمل الدماغ الأكبر على بقائنا على قيد الحياة في الظروف القاسية. بلا أسنان كبيرة أو مخالب أو جلد سميك أو فرو كثيف، حاولنا بأدمغتنا خداع الحيوانات المفترسة والتغيرات المناخية وجميع الأشياء الأخرى التي لا يمكن التنبؤ بها والتي تنتظرنا في كل زاوية. صنع أسلافنا أيضا أدوات رائعة فعلا، وذلك قبل 2.5 مليون سنة، عندما صنعوا أقدم أداة حجرية. وقبل حوالي 17,000 عام طوروا أدوات ومهارات للرسم والنحت والخزف. لقد كانوا مبدعين حقا، ويمكننا أن نرى ذلك من خلال المجموعة المتنوعة من الأوعية والأواني وغيرها من الأشياء الفاخرة التي صنعوها. نتميز عن رتبة الرئيسيات بقدرتنا على سحب البنصر والسبابة نحو الإبهام. كان على أجسامنا التكيف لاستخدام الأدوات المعقدة التي بدأنا بصنعها منذ آلاف السنين، وللعب ألعاب الفيديو طبعا. في المقابل تستخدم حيوانات أخرى كالقردة أقدامها تماما كما تستخدم أيديها، نظرا لوجود العضلة الأخمصية في أرجلها. وبالاستعانة بها يمكن للحيوانات الإمساك بالأشياء التي تحملها. هذه العضلة شبه مفقودة في البشر، فهي ضعيفة وعديمة النفع، ويولد حوالي 10% من البشر بدونها. يشعر الكثير من الناس بالحاجة إلى الصعود إلى مكان أعلى أو رفع أقدامهم عند الشعور بالخوف أو التوتر. يعتقد علماء الأحياء أن السبب في ذلك هو أننا اعتدنا تسلق الأشجار عند رؤية أو الشعور بوجود حيوان مفترس، أو لدى الشعور بتهديد آخر كوقوع كارثة طبيعية. وأخيرا هناك قطعة صغيرة من نسيج وردي في زاوية عين الإنسان، إنها بقايا جفن ثالث. الجفن الثالث باق في الطيور والزواحف، أما الغاية منه فهي حماية العينين أكثر والحفاظ على رطوبتها.